فقال أحدهما: يا ربي إن هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال: بماذا؟ أقول لك حقك إزاي؟ قال: أعطني من حسناته قدر ما أساءني. ليست له حسنات؟ أم قال له خذ من سيئاتي؟ قال له: أو يرضيك أن تكون لك سيئة؟ قال له: إذن يا رب ماذا، كيف أختص منه؟ قال: انظر يمينك. فنظر الرجل إلى يمين فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجة بقى من الله زي ما قال ما لا عين رأت. قال: لمن هذه يا رب؟ قال: لمن يدفع ثمنها. قال: وما ثمنها يا رب؟ حلوة أوي، وما ثمنها يا رب؟ قال: أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة. فعجبت من رب يصلح بين عباده.